على هامش فعاليات كوب 27 نلتقي مع دكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. ومساله الحفاظ على الاثار المصريه والعالميه ايضا من التغيرات المناخيه، والى اي مدى يناقش هذا الموضوع من خلال كوب 27؟ صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على الساده المشاهدين. موضوع مهم جدا، تحديات وتاثير المناخي وتغيير المناخ على المناطق الأثرية والمتاحف كان لازم له وقفة مع المجلس الأعلى للآثار. ما ننساش إنه التغييرات دي كلها ليها تأثيرات سلبية على مناطقنا الأثرية ومتاحفنا. النهاردة استغلينا الفرصة، قمنا بعمل توقيع اتفاقيات مع منظمة الإسيسكو وهي المعنية بحماية المناطق الأثرية والمتاحف. كمان مش كده وبس، احنا لاحظنا انه اغلب متاحفنا كلها بتشتغل بالكهرباء وفي انبعاثات كربونية، فكان لازم ان احنا نوقع اتفاقية ان احنا ننقل اغلب متاحفنا عشان تشتغل بالطاقة الشمسية، وتم توقيع خلاص بروتوكول هنبدأ بخمس متاحف والباقي هيجي تباعا. مش كده وبس، احنا كمان اهتمنا بالمناطق الاثرية، قدمنا مشاريع لمنظمة الإسيسكو، دي منظمة مهمة جدا جدا جدا. بنتكلم على بعض تحديات صعبة جدا زي أمواج البحر المتوسط على قلعة قايتباي، احنا قمنا ببناء سور لحماية القلعة من الأمواج. احنا بناخذ اجراءات مهمه جدا، اجراءات تنفيذيه، وده شعار القمه السنه دي، معا نحو التنفيذ. فبالفعل بيتم ده في مصر، وده يعني لابد ان يقدم في كوب 27. انا اديت النهارده زي بريف كده في متحف شرم الشيخ، مهم جدا قد ايه احنا اهتمينا وتوقعنا مشكله تغير المناخ ده من بضع سنوات. لو احنا لاحظنا لكل زائري وادي الملوك والدير البحري في الاقصر كان في اتوبيسات تشتغل بالسولار، منعناها من فتره كبيره واتقلبت باتوبيسات ما تسمى طفاطف بتشتغل بالكهرباء لحمايه المناطق الاثريه. مش بس كده، احنا من بضع اشهر نقلنا هذه الطفاطف انها تشتغل بالطاقه الشمسيه، وده اللي احنا هنعممه على مناطقنا الاثريه على مستوى الجمهوريه ان شاء الله. الى اي مدى شايف الوجود في كوب 27 يفيد في هذا الاتجاه، في مساله انه يبقى عندنا مزيد من المبادرات للحفاظ على الاثار من التغيرات المناخيه؟ حضرتك كنت بتقولي ان تم توقيع مبادره مع منظمه الإسيسكو، لو تقول لنا ملامح هذه المبادره. مهم جدا انه نلفت نظر العالم انه في تهديد لما يخص المناطق الأثرية والمتاحف، وعشان كده كان لازم يبقى اتاخد نقاط أساسية. النهاردة توقيع الاتفاقية، لا خلاص يبقى في الحالة دي احنا محتاجين ان احنا نقلب اغلب متاحفنا اللي تسمى متاحف خضراء تشتغل بالطاقة الشمسية. واحد، هتوفر انبعاثات من الكهرباء، هتوفر حاجات كتيرة جدا، ودي مهمة جدا. مفيش أحسن من جونا هنا، من شمسنا هنا في مصر، نقدر نستخدم هذه الطاقة ونعملها طاقة شمسية. ده نقطة كانت من أهم النقاط اللي اتكلمنا عنها النهاردة واللي وقعنا عليها البروتوكول، وهيبدأ بالفعل التنفيذ. واتعمل اوريدي من بضع أشهر، اتعملت كل الدراسات اللازمة لمعرفة قد ايه كم ميجا وات وكم 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 وكم، وهتخفض قد ايه من الانبعاثات الكربونيه، وهتفيد قد ايه متاحفنا الاثريه. طب احنا بدانا بالمتاحف ليه؟ ما ننساش المناطق الاثريه يعني بتبقى خلال النهار الزياره بتاعتها كميه الكهرباء المستخدمه فيها كميات قليله، لكن لو اتكلمنا على المتاحف طبعا في تكييفات مركزيه بتشتغل على مدار الساعه، يعني بتشتغل 24 ساعه في اليوم، وبعض الاحيان عندنا جنريتورز موجودة داخل المتاحف تحسبا لانقطاع الكهرباء، لان احنا عندنا بعض متاحفنا فيها مواد عضويه ما ينفعش الكهرباء تفصل فيها، فكان لازم الطاقه الشمسيه. والحمد لله انه تم التوقيع وهنبدا بالفعل في هذه المتاحف. ما ننساش المؤسسه دي مؤسسه مهمه جدا 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 والمعنيه بحمايه التراث الاثري والمتاحف الاثريه. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور مصطفى وزيري، شكرا جزيلا على وجودك معنا. وصباح الخير لمصر. اهلا بحضرتك يا فندم، شكرا.